تنضم إلينا في الاستوديو خبيرة التغذية دكتورة يارا رضوان. أهلا بك دكتورة معنا في سكاي نيوز عربية مجددا. صباح أيهم الخير. صباح النور. أهلا. أيهم أهم وضروري لخفض الوزن، الرياضة أم الحمية أم كليهما؟ هلا اثنيناتهم كتير ضروريين وهنا بيمشوا مع بعضهم. يعني لما نكون عم نعمل نحاول نخفض الوزن لازم نكون عم نعمل الاثنين بنفس الوقت. هلا هاي الدراسة اللي انعملت كان المدى تبعها قصير، أظهرت أنه الحمية هي أهم من الرياضة بتنزيل الوزن. لما الأشخاص نقصوا السعرات الحرارية هي يعني أدت لتنزيل الوزن، ولكن ما لقوا كتير بالرياضة. هلأ هي الدراسة هي مدى قصير، نحن بنحكي على المدى الطويل. في كتير دراسات أظهرت أنه لنجاح نزول الوزن والحفاظ على الوزن يلي هو الجزء الأهم، يلي أنه نحن ننزل وزن سهل بس نحن نحافظ على الوزن هي الصعوبة. للنجاح لازم ضروري يكون في الرياضة من المكونات تبع الحمية. فالرياضة والحمية اثنيناتهم لازم يمشوا مع بعضهم. طب عندما نتحدث عن إنقاص الوزن، يعني ما هو الوزن تحديدا الذي نتحدث عنه؟ هل هي المياه؟ هل هو الكتلة العضلية؟ هل هو الشحم؟ يعني نعرف أنه هنالك معايير معينة يعتمد عليها خبير التغذية في تحديد بالفعل الوزن الذي يود المريض أن يخسره. صح، لأن احنا دائما بدنا نركز بنزول الوزن على نزول الكتلة الشحمية، لأنه نحن ما بدنا نخسر أبدا من الكتلة العضلية. المي يعني الأشخاص لما أول شيء بيعملوا حمية بينزل وزن سريع، هاي النزول بيكون أكتر شيء مي من مخزون الجلايكوجين اللي بيكون هو مخزون الكربوهيدرات أو النشويات بالجسم. هلأ الكتلة العضلية بدنا نحافظ عليها، والطريقة أنه نحن ننزل وزننا ببطء وبحمية متوازنة. ما بدنا نقص كتير السعرات الحرارية لدرجة كبيرة يبلش الجسم يستعمل من الكتلة العضلية، هذا الشيء خطر وبنقص الكتلة العضلية. فلحتى نقدر ننزل الشحم بدها تكون حمية متوازنة، زائد لما نحن نكون عم نمارس الرياضة مع الحمية هذا الشيء بحافظنا على الكتلة العضلية بالجسم، فنحن مننزل الشحم بشكل رئيسي اللي هو هذا الشيء المطلوب. طيب ولكن في بعض الأحيان دكتورة الرياضة بتحفز الشعور بالجوع، شو السبب وكيف نتعامل مع هالحالة؟ هلا هذا سؤال كتير مهم وفي عنا عوامل كتير مختلفة بتسبب هذا الشيء. هلا أول شيء العطش، في كتير أشخاص أو الجسم بيخلط بين إشارة العطش وإشارة الجوع. لما الأشخاص يكونوا عم يمارسوا الرياضة يكونوا نسيوا يشربوا قبل أو خلال الرياضة، ما في هيدريشن، الجسم ناقصه سوائل، كتير أحيان بيصير بيحسوا بالجوع دغري بعد الرياضة، لازم يكونوا يشربوا قبل لحتى ما نخلط الإشارات مع بعضها. هلا الشغلة الثانية، في كتير أشخاص ما بينظموا وجباتهم بشكل مدروس قبل الرياضة ونكون مخططين شو بدنا ناكل بعد الرياضة، فأحيانا بيلعبوا رياضة على معدة فاضية، هذا الشيء بيؤدي إنه شعور الجوع كتير يصير شديد بعد ما يخلصوا رياضة. هلا الأشخاص اللي هن كمان أو يعني بلشوا يمارسوا الرياضة بشكل جديد، جسمهم ما متعود على ممارسة الرياضة، في كتير أحيان بصير عندهم شعور الجوع أقوى من الأشخاص اللي هن بيمارسوا الرياضة بشكل روتيني وجسمهم تأقلم على ممارسة الرياضة. النساء شعور بالجوع عندهم أعلى من الشعور بالجوع عند الرجال، لأنه جسمهم قابل لتخزين الشحوم أكثر. ومثل ما قلنا إذا هن كانوا عم يبلشوا جديد بيكون الشعور لسه أعلى. فأهم شيء إنه نحن نشرب سوائل كافية، ننظم وجباتنا، نكون عرفانين شو بدنا ناكل بعد الرياضة، وجبة صحية محضرينا من قبل لحتى مو نخلص رياضة وبعدين نحس بالجوع ونطلع على أول خيار منلاقيه قدامنا اللي هو على الأغلب مو صحي إذا كان برا البيت. فدائما تنظيم الوجبات هو شيء كتير مهم، والسوائل شيء كتير مهم كمان. طب اليوم بتنصحوا انه يقوم الشخص بالرياضه صباحا ولا بفتره المساء حتى ياخذ النتيجه الاسرع ويرفع الايض، درجه الايض عنده؟ هلا ما في وقت، ما في قاعده وقت محدد للرياضه، الشخص على حسب نمط حياته. نحن بدنا نخلي الخيار الصحي هو الخيار السهل، يعني قد ما فينا نعمل ممارسة الرياضة ندخلها بروتين الحياة اليومية، نخلي خيار سهل للشخص، هذا هو الهدف. لأن نحن إذا عملنا ممارسة الرياضة شيء صعب ببلش أول شيء بعدين بيوقف لأنه ما عم يقدر يدخله بنظام روتين حياته اليومية. فأهم شيء أنه نلاقي نطلع نحن كيف النظام الحياة، إذا عنده شوية وقت بعد الشغل خليه يمارس بعد الشغل بعد الظهر، إذا عنده شوية وقت الصبح نمارس الرياضة الصبح. احيانا حتى بفترات متقطعه ما شرط نعمل نص ساعه يعني مره واحده، ممكن 10 دقائق 10 دقائق، هذا الشيء كثير له منافع صحيه كثير كثير كبيره. شو ضرر زياده الرياضه دكتوره؟ هلا في عنا اشخاص بيروحوا على الاكستريم او الحد الاقصى ان كان بالرياضه وان كان بالحميه.
هذا الشيء خطر لأنه ممكن يسبب لنا مثل ما قلنا نزول الوزن السريع، ممكن إذا الحمية ممكن نخسر الكتلة العضلية، وإذا الرياضة الشديدة ممكن تعمل إجهاد على الجسم، ممكن يزيد الأكسيديشن ستريس يعني الأكسدة بالجسم، التوتر اللي بيصير بالجسم ممكن يزيد، الهرمونات ممكن يصير فيها خاصة عند النساء يمكن صح مزبوط، وبالأخص إذا كان الرياضة الشديدة عم تترافق مع الحمية الشديدة. هلا هون ممكن نروح للحد الأقصى يلي ممكن يصير في عنا اضطرابات التغذية مثل الأنوركسيا، وهي اللي هو نسبة معينة من الأشخاص يلي بيعملوا حمية بيتطور عندهم هذا الشيء لما يروحوا للحدود القصوى من الحملة والرياضة. كل شيء باعتدال وبدنا نعمله بالطريقة الصحيحة، لأنه شو الفائدة إنه نحن ننزل وزننا بسرعة وبعدين يرجع يطلع وزننا أكثر من قبل. دكتور أود أن أعود معك قليلا على موضوع السوائل، يعني ذكرتي أنه من المهم جدا أنه الشخص يأخذ سوائل بشكل كافي خلال ممارسة الرياضة. المشروبات الملونة التي نشاهدها يعني في نراها في السوبر ماركت التي يعني هي مخصصة للرياضيين، هل هي بالفعل مفيدة أو لها صح. أيضا عوارض جانبية مدار صح؟ هلأ بشكل عام للأشخاص اللي بيمارسوا الرياضة كنمط حياة صحي ما بيحتاجوا لأي شيء من أي من المشروبات الرياضية أو أي من أنواع البروتين أو أي شيء اللي بيحاولوا يروجوه بالأسواق لحتى نشتري منه، لأنه نحن بنقدر نأخذ كل حاجتنا من المياه السوائل أو من السوائل اللي جاية من الأكل من الطعام من الخضار والفواكه من الشوربة من الشاي مثلا الأعشاب أو الشاي، ما في داعي نأخذ أبدا هدول المشروبات اللي هي فيها كتير مواد مضافة، كتير أحيانا بيكون فيها سكريات كتير، ممكن مطعمات منكهات ملونات. هلأ من ناحية الرياضيين اللي هن بيمارسوا الرياضة كاحتراف ممكن يحتاجوا لمشروبات اللي هي مدروسة نسب الشوارد فيها لحتى تعود لهم الطاقة. هلأ بدي أذكر من ناحية الرياضة شو السبب إنه أحيانا الأشخاص ما بيستفيدوا ما بينزل وزنهم على الرياضة، لأنه بيصيروا هن بيعتبروا إنه عم يعملوا الرياضة هلأ معناته فينا ناكل قد ما بدنا بعد، أو حتى فينا ما نتحرك خلال مثلا اذا مارسنا نص ساعه بيتعبوا. طيب شو ال 23 ونص ساعه البقيانه من النهار شو عم نعمل فيها؟ في كثير احيان بيكون الناس بس قاعدين ما عم يعملوا شيء، فهذا نحن بنلاقي لا نمارس الرياضه وبنفس الوقت يكون نمط حياتنا صحي بشكل عام ونمط غذائنا صحي بشكل عام، هذا شيء كثير مهم نلاقي التوازن. بالدقيقه الاخيره كيف بتبدا العمليه اذا شخص هلا بلش قرر انه يلعب رياضه اليوم مع غذاء صحي متوازن، وين لازم يتجه؟ لطبيب نيوتريشن ويتجه او لطبيب تغذيه وبنفس الوقت يكون معه مشرف رياضي؟ هلا مو كل الاشخاص ضروري يروحوا عند اخصائيين تغذيه، ممكن ان احنا نعمل خيارات تغييرات بسيطه نقرر نعملها بحياتنا، انه مثلا ندخل 10 دقائق ونبلش نزيدها نعملها ربع ساعه ثلث ساعه الرياضه من دون اشراف، ما ضروري دائما يكون في اشراف اذا ما عم نمارس الرياضه بشكل احترافي. والحميه نحن بس بنقول نرجع للاكل الحقيقي الطبيعي، اي شيء معلبات نبعد عنه، اي شيء مكرر نبعد عنه، نرجع للخضار والفواكه والاشياء الاساسيه يلي هي طبيعيه وحقيقيه. دكتور يعني نحن دائما بتناولينا وبنشرك على كل هذه المعلومات شكرا. القيمة خبيرة التغذية الدكتورة يارا رضوان، شكرا جزيلا شكرا لكم كثير.